أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم نور البصائر وغذاء الأرواح وينبوع السعادة، أنزله الله تبارك وتعالى هاديا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وجعل في آياته دواء وشفاء لما في الصدور، وقانونا يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أيها الإخوة المؤمنون، في ليلة التكريم لراحلنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، يطيب لنا أن نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mm-hmm.
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين من المشركين ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وآتيناه في الدنيا حسنة
وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. إنما إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر 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 وما صبرك إلا بالله واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر واصبر ولئن صبرتم صبرتم له خير للصابرين واصبر 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 وما صبرك إلا بالله واصبر 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 وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا
ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين والذين هم محسنون صدق الله العظيم.